نظمت صباح اليوم الجمعية التشادية لأخصائي النساء والتوليد في تشاد بالتعاون مع وزارة الصحة العامة دورة تدريبية لصالح أخصائي النساء والتوليد حول بعض الأمراض المتعلقة بالرحم. تقرير أرجون محمد أحمد. من أجل تقليل نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة وبعدها، فقد قامت الجمعية العمومية لأخصائي النساء والتوليد في تشاد بتنظيم دورة تأهيلية للمتخصصين في مجال أمراض النساء والتوليد لأجل تقوية الكفاءات وتحفيز العاملين في القطاعات الصحية بغية الوصول إلى خدمات راقية فيما يتعلق بصحة الإنجاب وسرطان أمق الرحم وتحسين صحة المرأة. في كلمته بهذه المناسبة، رئيس جمعية أخصائي النساء والتوليد الدكتور دانغار دانييل قال إنه قد تم اختيار عدة مواضيع مهمة في هذه الدورة لصالح النساء لذوي الاختصاصات في التوليد والصحة الإنجابية، من بينها سرطان الثدي والرحم، لأن الكثير من النساء يعانون من هذا الجانب. أعقبته في الحديث الدكتور أنغاتابي أوديال قالت إن هذه الدورة جاءت خصيصا لكشف ومعرفة سرطان أمق الرحم، وأن نتائج هذه الدورة ستسهم في كشف العديد من الحالات المرضية مرتبطة في مشكلات الرحم والولادة. أما مندوب الصحة العامة فقد تناول من جانبه دور وزارة الصحة وتجاوبها مع بعض الحالات المرضية والسعي إلى إيجاد حلول سريعة وناجعة. وفي نهاية المناسبة تم عرض صور فوتوغرافية تبين مدى معظم حالات الإصابة بهذا المرض.